أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت عشية اليوم وزارة الصحة عن تسجيل 132 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 4252 حالة. أما بخصوص الحالات التي تماثلت للشفاء فقد تم تسجيل 83 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 778 حالة شفاء مؤكدة. في موضوع آخر، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم بالرباط عقب زيارة تفقدية للخلية المكلفة بتتبع مستوى تموين الأسواق بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر أن توفير المواد سواء الغذائية أو غير الغذائية للمواطنات والمواطنين يعتبر أولوية من أولويات الحكومة. في الشأن البرلماني، نبه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين اليوم إلى ضعف الالتزام بالمعايير الصحية بالوحدات الصناعية والتجارية، مسجلا في السياق ذاته عدم التزام بعض المقاولات والمراكز التجارية بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. أخيرا، وفي سياق الجدل الذي أثير بخصوص ما تم تداوله من مضامين مشروع قانون 22-20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، أوضح المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها. أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فإنها تبقى غير نهائية ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابقا لأوانه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.